أكد حزب التجمع رفضه لبيان البرلمان الأوروبي الصادر ضد الدولة المصرية باعتباره تدخلا غير مبرر بالشأن الداخلي. للمزيد مشاهدينا من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ عبد الناصر قنديل، أمين عام مساعد حزب التجمع. أستاذ عبد الناصر، بعد التحية، في رأيك كيف تقرأ أو كيف يقرأ حزب التجمع بيان البرلمان الأوروبي؟ إلى أي مدى يعد ذلك تدخلا سافرا في الشأن الداخلي لمصر وللدول العربية يعني بشكل عام؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. خليني هبدأ مع حضرتك بالتأكيد على أن المسلك اللي بيسلكه البرلمان الأوروبي خلال السنوات الماضية أفقدوا كل المعايير والحجية لوجوده ولدوره المؤسسي، لدرجة أنه تحول إلى مكتب إعلامي يتحدث باسم جماعة الإخوان الإرهابية والجناح الحقوقي لها المقيم في أوروبا. مواقف عديدة خاصة بالدولة المصرية، هذا البرلمان أظهر الوجه المعاديا، وكلما ذهبت مصر إلى استحقاق انتخابي أو إلى استضافة نشاط دولي كبير يعزز من مكانة الدولة المصرية، كان دور هذا البرلمان هو تشويه الحدث ومحاولة إظهاره بعكس ما يجب أن يكون عليه. والحقيقة أن الانتخابات المصرية الحالية لانتخابات الرئاسة هي الجولة رقم 8 منذ عام 2013، عندما صار المصريين لإخراج تلك الجماعة من سدة الحكم. ولم يثبت في أي عملية منها أن هناك انتهاكا صارخا أو أن هناك تزييفا موجها لإرادة المصريين، لكن دائما هذا البرلمان يخالف كافة القواعد وكافة الأسس الموضوعة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية حول دور المؤسسات الإقليمية في تعزيز بنية السلام وتعزيز المسار الديمقراطي داخل الدول. يعني نحن بعكس كل الأعراف الموجودة في كافة التشريعات الوطنية وكافة المواثيق الدولية، نرى أن بيان الاتحاد الأوروبي يمثل اختراقا واضحا لاستقلالية القضاء المصري، و يحاول أن يملي إرادته بضرورة الإفراج عن مدام بحكم قضائي نهائي وبات من قاضي طبيعي، لمجرد أن هذا القرار لا يعجب تلك التشكيلة الموجودة في البرلمان. عايز أقول لك حاجة كمان أستاذ عبد الناصر، يعني هي ليست السابقة الأولى في مصر وليست السابقة الأولى في الدول العربية. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الناصر قنديل، أمين عام مساعد حزب التجمع.